ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ماذا بعد عن التطيب؟ من يعلم؟ الكهان الاستسقاء بالأنواء، يعني طلب السقيا من النجم. إذا يعتقد أن النجم هو المنزل المطر شرك أكبر، يعتقد أن النجم سبب في نزول المطر شرك أصغر. علم النجوم ينقسم إلى قسمين، كم قسم؟ النجوم قبل أن تغفو علم لا هذا بعد أن تغفو ذكر قسمة انتبه قبل أن تغفو كان علم النجوم لا علم النجوم بعد الغفوة ينقسم إلى قسمين علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير جائز أو واجب؟ علم تسيير يستدل بالنجوم على الجهات فصول السنة جائز أو واجب إذا يستدل على جهة القبلة. علم تأثير يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية إذا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها شرك أكبر، اعتقد أن أسباب هذا شرك أصغر. انقسم الناس عند النعمة إلى مؤمن وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مطرنا بنوع كذا وكذا، تقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذهبت الأنواع وجاءت عندنا اليوم منخفضات جوية، قال منخفض جوي ينزل المطر، لا تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى.